هل يجزئ الغسل في فجر يوم الجمعة عن غسل يوم الجمعة، ومتى أو متى يبدأ غسل يوم الجمعة؟ قبل الصلاة، الأفضل أن يكون غسل الجمعة قبل الصلاة حينما يريد أن يذهب إلى الصلاة، هذا هو الأفضل. وإذا اغتسل في فجر الجمعة فإنه يكفي إن شاء الله، ولكن لو أعاده عند الذهاب يكون أفضل. نعم.